ناس كتير تقولك ايه، لا انا لما باجي اعمل بابا غنوج ببدا ان انا احطه على النار ويبدا ان هو يبهدل لي البوتاجاز او يبهدل لي الفرن او الكلام ده كله. مفيش الكلام ده، الكلام ده كان زمان. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا كل اللي بنعمله بنلف البتنجان في ورق فويل، نفس النظام بالنسبه للبصل، بنفس النظام بالنسبه للثوم. حطيتيهم في صينيه وحطيتيهم في صاج وحطيتيهم في الفرن، خلاص الموضوع خلص، استووا معاكي تمام وزي الفل. قشرنا البتنجان، شلنا القشره اللي على البصلايه، وادي الثوم اهو، بتقسميه اتنين كده وتلفيه فويل، علشان كل ده انا هطلعه دلوقتي وابدا ان انا احطه معايا في الكبه. طيب معايا ايه دلوقتي في الكبه؟ انا حطيت طحينه، ومعايا بصوا بقى سلطه البابا غنوج، معايا بصل بتنجان رومي مشوي، ومعايا بصل مشوي، معايا توم، ولازم حته التوم دي بتدي تطعيمه حلوه جدا 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 مع البصل. معايا كمان طحينه وشويه خل، ومعايا شطه، ومعايا كمون، ومعايا ملح. اسهل من كده مش عايزه. طيب بحط ايه الاول علشان بتتقل معايا؟ وانا عايزه بصراحه بحب ان البتنجان والبصل والثوم يبقى قطع، ابقى حاسه بطعمه، ما يبقاش ان هو مهروك خالص. طيب انا حطيت الطحينه، حبه الخل، كمون، شويه من الشطه والملح. ولما تخلصوا سلطه البابا غنوج، نصيحه من اختكم، تحطوا عليها شويه بقدونس في الاخر خالص، بتدي تطعيمه هايله. عملت ده كله كده مع بعض، وبصوا بقى معايا ميه علشان الخل مع الطحينه هيديها تقل، فانا عايزاها تخف شويه. هعمل كده بسم الله. في حاجه صح؟ بسم الله. بس يا حمدي، مجرد ما بدأت ألف كانت خفيفة، بدأ الخل يتخلط مع الطحينة، بدأ إن هو يديني تقل كده. أبدأ إن أنا أعمل إيه؟ أشغل وأنزل حاجة بسيطة. بدات ان انا انزل بشويش، اخفف شويه شويه، ما انزلش ميه كتير وارجع اقول ايه، ما انا كده كده اصلا هنزل بالبتنجان والبصل وهتبقى تقيله. لا ما فيش الكلام ده. فتحت انا ليه دلوقتي؟ عشان هعمل حاجه مهمه جدا. انا شايفه، مش عارفه هو ظاهر عندكم في الكاميرا ولا لا، شايفين ده؟ ده كده، ده كده اهو، طحينه راقده في الارضيه. اعمل كده بصوا، ده اللي انا عايزاه، عشان ما يبقاش عندي اي طحينه راقده في الجوانب، ما ايه، ما اتطحنتش معايا او ما خفتش معايا. بصوا لما فكيت اللي في الجوانب، حاسه ان انا عايزه احط شويه ميه كمان. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، بصوا الكتل دي، بصوا الكتل دي اهي، دي اللي فكت معايا من الجوانب. عشان كده هبدأ ان انا افكك بشوية مية كمان قبل ما انزل بقية المكونات بتاعتي. بسم الله، اشغل على الهادي. تمام وزي الفل. ايه اللي انا عايزاه يتطحن قوي ويتطحن بسيط؟ طيب البصل والثوم هم هينزلوا اول حاجه. ليه؟ عشان هم ممكن اللي هياخدوا معايا وقت في الطحن، او هياخدوا شده معايا شويه. بصوا ببدا اعمل كده واطلع كل الثوم المشوي. جربوا، حطوا ثوم مشوي مع بابا غنوجه يطلع معاكم تحفه. ادي بقيه الرز بتاعت الثومه اهي،
اعمل كده بيطلع معايا بكل سهوله كده، بينقل فعليا البابا غنوج في حته تانيه خالص. نيجي هنا كده، شايفين؟ بالشكل ده اطلع كل الثوم الطازه ده. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا سلام لو تعمليه كده وتحطيه مع سنه بقدونس، وتحطيه تحمصيه مع عيش. بصوا كده، ادي البصل كده. ليه هحط اخر حاجه هي البتنجان؟ عشان انا مش عايزاه يتضرب ناعم، وفي نفس الوقت حتى البصل والثوم اللي انا حطيتهم دول انا مش هضربهم ناعم، انا هضرب خشن. ليه؟ عشان انا عايزه احس بطعم البصل، عايزه احس بقطع بصل انا باكلها، بس ما تبقاش سليمه يعني. انا هضرب بس الضرب بتاعنا يبقى خشن. بسم الله. شايفين انا بضرب ازاي؟ واجي بقى دلوقتي اعمل كده، نحط البتنجان ونطلع فاصل يا حمدي. كده تمام وزي الفل، نضربها مع بعضها، ندوق الحياء بتاعها ونرجع نصبها ان شاء الله.